بونجور عمونا. بونجور، كيفك حبيبي؟ كيف صحتك؟ منيحة؟ لله تمام الحمد لله. اي الحمد لله دائما وابدا. شوفير تاكسي ثاني يعني انه بيطلع معه الجيش اللبناني ببلاش بضل معه. اول شيء بدي اساله اياه للشوفير تاكسي، انت ليش عامل هالعمل الانساني؟ كرمال شو انت عامل هالعمل الانساني؟ نحن عم نشتهي الاكل يا خالتو، نحن عم نشتغل الزعتر بالمي، بالنهار عم نقضيها بس شرب عدس. قال لي يا خالتو ما عاد فينا نوقف على اسمين نمشى وجسمنا من قلية الاكل. ان شاء الله باذن الله بهالمحنه مع فريق فوضى بنوصل صوتنا للعالم كله. عندي شيء بالبراد، ما عندي شيء، ما عندي زيت، ما عندي شيء ولا شيء، عندي شويه طحين اقسم بالله العظيم. عندي شوية طحين رح تحمر، بدي دلي قوية لأنه أنا عم بعطي معنويات للعالم. ما بدي يكون ضعيفة. أنا بتحمل الجوع، أبوهم بيتحمل الجوع، فينا نقعد يومين، فينا نقعد ثلاث أيام بلا أكل، بس هالأطفال ابن 9 سنين، بنت 12 سنة عم يملى جسمها، ما فيني إني عم جيب لها أعطيها حق دف شوكولا، هيدا بيقهرني هالشيء، شو بتتخيلي هيك أكثر من هيك وجع؟ يعني الدعم يحكوا لي هني عن معاناتهم، الجروب اللي عندي نسوان العسكر وعم قويهم وعم كون معهم انا بصوره، بس انا هذا الشيء عم يعني انا حاسسته لاني انا عايشته. عرفتي كيف؟ ايه ابو دانيال، انت معك افانزا شو لونها؟ بلاش للوطن، اتفضل يا وطن. والله ببلاش، ايامي ها سافر كمان ببلاش. انا واصل على ابو الاسم. حبيبي الوطن، الله يرزقك يا اخي، الله يرزقك. ولو اهلا وسهلا حبيبي، الله يوفقهم، حرمونا من كل شيء وما خلونا نقدر نعمل شيء بعد النوم. الله بيعين، الله بيعين يا اخي. اذا معاشي خلص يا الله، هلا معاشي بعد ما اجاش واحد شهر خلص معاشي. لا قصدنا نحن ب 23 قبضنا، عطيونا 40 دولار ل 40 يوم، كيف بدهم يعيشونا؟ أنا مرت عسكري عندي 3 أولاد. قاعدين فين ولا قادرين نطلع. نحن صرنا سنتين عفنا الدين تبعنا، الله يستخلص فيهم. إيه والله هالوزراء وهالنواب. الله يستخلص. قولي ما فيها يا عم، ما في، ما حدا في إليهم. إيه والله. امبارح بنتي تحشى مالي على الطريق اشتريها سندويشة الشهور ومش قادر اشتريها. قسما بالله حدا بيصدقها هيدي؟ والله العظيم ما قادر. قلت لها يا بابا والله غالي ما قادر. قلت لها يا بابا خذ مني مصاري، شو بدي غالي من قلبك؟ ربي بعد اياها انا بعد الليل. شو بدي احكي معك؟ شو بدي احكي؟ خليها لله، خليها لله. كرهونا بهي البدله، صحيح لسه بدله شحاده صارت. صار اللي كنا شوف حالنا فيها، انا حبيبي بسك شوف حالي فيها، الله يرحمها. كنا شايفين حالنا فيها. لك ما كرهونا فيها لك يا مدام، والله كرهونا فيها. كرهونا فيها. كرهونا فيها قسما بالله، كرهونا فيها. اولادنا ايه، اولادنا جيعوا، اولاد العسكر كلها جيعت، احنا مرئين بظرف كثير صعب، بس بدنا نتبنى متكاشين. بكره الكلاب بس صفي حد بصير يقضوا ورا سرامينا يتحموا. ورا الرينجر صاروا اولادنا محرومين. صاروا يحبونا كيف؟ من وراهم. بس ان شاء الله صار شي حرب يا رب دخلك. صاروا بكره يحبونا. وطن جيش نحن وراكم. بس نخلص يعطيكم العافيه، بينسوا. أنا عندي 18 سنة خدمة، بلشت رح بلش فيها. شو بتروحهم هيك 18 سنة؟ لا قسماً بالله لو بعرف هلا حدا يطيرني لبرا أنا وعائلتي بدي طيز عليهم كل سوا على المعاش وعلى التعويض وعلى كل شيء. وين بدي لو لحظة زدت له اياها بوجهه. لا لأنه خلص كرهت، كرهان عيشتي أنا، عيشتي صعبة، هي مرحلة صعبة، بس بدنا نكون نحن شو نحافظ على كرامتنا وشرفنا بهالبلد. خلونا شرف وكرامة، خلونا شرف وكرامة. قالوا هذا منظر العسكر اللي عم يحكي على اجره، هذا كرامي له، هذا من كرامي. ايش بدك؟ شو معك 70 دولار؟ مليون و700 الف. قد ايه بضاينك؟ يعني عليك عندك اشتراك كهرباء، رد البيت، وتذكر المدرسه، واذا بدك تجيب لك شيء قطعه ثياب للصبي. كلها صبات احشاء قيمتهم هلا فوق 150 الف من البالي. وين بنزينات اذا تخدك عائلتك على المستشفى؟ سمح الله وعشان. خلص بطير ولا شيء. انا مرتي عم نحسبهم على الطريق. وينهم؟ مرة قل لي 1 2 3 يفوزوا. هيدا ما جبنا مونة للبيت، هيدا ما جبنا لا رز ولا جبنا
قديش بده اجار طريق؟ شفت 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 كيف؟ على بيروت وبتطلع بنزل كل يوم. قديش بدك كل يوم؟ اذا بتطلع بتاكسي يعطيك العافيه، ثلاث ايام اقل تاكسي بده 98,000 ربح. طب وين اكلاتي؟ لك هذا بيجي بدم لي زباله انا عندي بالمكتب بياخذ $300 شو بدنا نقلتش؟ $300 بالدولار بيقضوا. اخبرك اليوم عم تبي يوقع منك من الجيب. عم تحمون بقصوره. ايه 100% 100% ادمان عن جد. ادمان مش كرمال البدله، بالعكس انا بفتخر فيها بتعرف. انا بفتخر فيها بكي بيحكي من حرق قلبي بس بفتخر فيها لانه هذا شرف، هذا لحم كتف ولادي منه. بس ندمان على هالبلد او هالمسائل اللي وصلونا لهون اللي خدمناهم كل عمر. ايه ما فينا ننسى كل عمرنا خدمنا اولادنا من هالبدله. ما بحكي عن حالي، انا بحكي عن شو هذا اللي استشهدوا بحرب البارد وبارسال ضد الدواعش كمان شو كمان يردوا رصاصة عنهم وعن اولادهم، لك هن وين اولادهم هن اليوم لك نحن وين؟ تعال عم تتحسن علينا يا زلمه، لك لحد وين؟ ان شاء الله. حسنا من لا ما خانا لا خانا بتبعوا. اه اوكي. حبيب قلبي. ما تاخذونا يا جماعه خلانا خلنا بسمعكم كلكم زوج. شكرا يا خيي كلك زوج. ان شاء الله بتتغير علينا هالاحوال. الله الله وترجع كرامتنا. صار 16 سنه خدمه. يلا عسكر عنده قروض، انا عندي اسكان. انا عندي مليون و200,000 شعب ساكت ونايم. شو بتعمل؟ العسكر شو بتعمل؟ تشتغل بالبرفيومز؟ حلو. انا مش قادر بيقدر محله. بشرب فيهم. ارقام تليفونات. عندي سي الفا. عندي مصدر مميز. كنت طلع عواشيل الوزارة. بس غير الوظيفة عشان. وين واصل؟ على العمرية. طب نحن واصلين لقدام صح؟ يا الله عيد ميلاد بنتي شلون عسل؟ أنا قلتوها قد 200,000 يعني كيف الله يساعد العسكر الله يساعد العسكر ها؟ أنا مخبي وجهي والله العظيم مستحي يا زلمة ليش؟ من أيمتى وصلت لهون؟ يعني الله بيحكي شو يعني فترة بتمر علينا إن شاء الله حضرتك متضايق؟ كيف؟ ما مش متضايق شو اللي مضايق؟ كل شيء من أي ناحية؟ ماديا يا خيي بتحس حالك انك انت مش بوظيفه بعمل تطوعي مجاني مثلا هلا هن شيلوا معنا بس هلا ايه عم تشتغل ببلاش يعني ما انا عم تستحليش شري سياره كمان خربانه هلا بدها $50 هلا عم فكر اذا بدي اصلح السياره ومعي $50 حط $50 واقضي كل الشهر دايما من هيدا من هيدا من هيدا من هيدا جيب ايه صح بدك 5-6 مليون لتقوم مرت ايه بدك يخلص معاش جمعة بضلوا معي جمعة شو بتعمل بهذا الأسابيع؟ بدك من مين؟ من مرت عمي من خالي من عمتي من أصحابك فلوا ولا حكي هذا رح ينعرض الصحف؟ في عالم فلت في يعني وصل لا لا يا ماكل جميع حماس الجيش اللبناني وكل الامن المجاني ويلي باوس مشهور فوت لعنده على حبيبي يا عمر حبيبي يا غالي